قصيت عليكم مو بدقيقتين. اسرع من دقيقتين. شو اسمه ايش كنت تقول؟ ايش اللي يطلع فوق الحين؟ في واحد يقول، في واحد شو يقول؟ في كود اليوم. لا والله ما في اكواد عندي الحين، عندي حق السيم بس ما اعلنت. انا قلت الاكواد بوزعها اذا اعلنت في القناه. يعني شو اسمه؟ ودنا الكل يستفيد. هاوس. ليه اسمك هاوس؟ ليه اسمك هاوس؟ ليه اسمك ابراهيم؟ انا والله الان جدي قرر انه يسميني ابراهيم بما ان اسمه هو ابراهيم. تلاحظ دائما الاجداد كذا يسوون. يعني ايه ملاحظ ترى مو ملاحظ تقريبا. ايه انا جدي سماني وسمى اختي والباقي ابوي سماهم. اسمع اسمع، في واحد يقول هاوس كاسه خاطي كل ابراهيم ماكل حقه. شفت كيف الناس؟ لا لا، هذا انسان يحرض على الاشاعات، يرسل اشاعات قاعد شكله. ليش اخترت اسم هاوس؟ لاني احب البيت. تحب البيت انت؟ انا احب البيت بس انت تحب المسلسل حق الكفار. ايش فيهم مسلسلات الكفار؟ والله ايش حالاتهم، احلى مسلسلات المسلمين مع الاسف يعني. Of course, of course, the button. الحماس أحيانًا يصير بزيادة. صح، اللي ما قلت إني اليوم هديت أغلب شيء اللي بنيته كله تقريبًا، عد بناء من جديد. اضطريت إني أرفع الارتفاع حق الغرفة هذه. فكسرت السقف كله ومن جديد رفعته، رفعت قزازة واحدة، بلوك واحدة زيادة من قزاز. ايش سويت بعد اليوم؟ اتوقع هذا يمكن اهم شيء سويته. تذكر وش سوينا الامس الفجر؟ ايش سوينا امس الفجر؟ ايش سوينا؟ ما ادري، انت سويت شيء، انا كنت مع ماني بمعطيك. سوينا السلايم، سلايم تشانك. سلايم تشانك. قعدنا نسولف نسولف نسولف، هاوس يزبد للناس وانا اسولف وياهم. هذا يعني تقريبا كذا كان. مين اللي قال الواحد شو اسمه؟ شو اسمه؟ ولا شيء. اي زين. تعال، شلت امس شلت الباند حق امس ذاك. لا ما شلت باند احد. ادخل على صفحة القناة بتلاقي الاشخاص اللي عندهم باند. ما يمديني ترى ادخل على الداشبورد، امس كان يمديني، اليوم ما يمديني. لا حتى امس ترى ما جربت ادخل امس. طيب طيب لحظة بس خلنا نشوف هالشغلة دي. لا تنسى الإشاعة اللي طلعها هاوس فيك أمس. متى طلعت فيك إشاعة؟ إيه بس تصدر إشاعات، أنت قاعد تمشي تصدر إشاعات. طيب شوف صح فيلم مش امبيسيبل. خايس مو بخايس، خايس لأبعد درجة بس ما يسوى. يعني اذا ما عندك شيء تبي تشوفه ومتوهق في روحك تبي تشوف شيء، شوف مش امبوسيبل. امس يعني اللي خلاني ارفع الاشياء، اللي خلاني ارفع الجدار، انه يوم جيت ابني انا بنيت السقف، فيوم بنيته صار ما يخليني اشوف مسافه بعيده، كان يغطي علي، فاضطريت اني ارفع السقف زياده. هذا خلاني ارفعه. تدري ايش يبي له الحين؟ وشو يبي له؟ ديلوكس من ماك. انت اللي لان ما عندي ماك انا، فاكيد اي شيء. المهم في واحد يقول احسن فيلم لو انت مسلسل. الله يسامحك. الله يسامحك، سبيتهم. احس راعي المسلسلات ما يرضون تقول لهم فيلم. شوف هاوس، ليه اسمك هاوس؟ يعني انك البيت؟ انا يعني اني يعني انا دكتور بيت. عرفت ذاك دكتور بيت؟ مشهود دبيان، ضيف في برنامج تغريدة، الرسالة الشائع، وحدة على قناة الرسالة. ما فهمت الزبدة. برنامج تغريدة يجي على في التلفزيون. صراحة اللي يقدمون فيه شخصيات محبوبة، لكن يعني يعذروننا صراحة البرنامج ما هو بالمستوى. استضافوا شخصيات مرة رهيبة، يعني استضافوا الشيخ عادل كلباني، استضافوا امس كان عمر حسين اذا ما كنت غلطان، امس استضافوا عمر حسين.
ما ادري اذا استضافه ومين الاخ الثاني بعد. مشهود بيان الزبده. في واحد يقول نسيت اس ابراهيم تعرف كابو كحل كشخص؟ جاوبنا عليه امس ذا. ايه بس يعني قابلته كشخص بس ما يعني علاقتي معاه ما هي بمثل علاقتي مثلا مع عادل. اعرفه كشخص قابلته اكثر من مره، قابلته في الرياض يوم جينا حق ايش اسمه ذا حق يوم اللاعبين، وقابلته في المعرض اللي سووه حق بلاي ستيشن فيتا. طيب ليش هذا خلص؟ ليه فتحتي شنطتي؟ الله ياخذ ابو الاغنيه اللي سووها. اوه والله المشكله هالاغاني والاناشيد الخايس هذي تقعد تمسك في مخك ما تلاقي ما لها حل، خلاص تمسك في مخك. لا 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 تعني بيني مدري ايش. احنا جاتهم بعد فتره طاحوا في البيت على طيور الجنه سدوا نفسي. تعرف شنو سدوا نفسي؟ صرت اذا شفتهم مشغلين شيء اطلع برا ما اقعد في الصاله معاهم ابد. انا صرت اصلا ما ادري كيف خلاص. لا شعوريا تقعد تنشد وياهم. ايه لما نستشهد بنروح الجنه. ايه بس وتقعد وها ولا والمشكله تهاوش نفسك بالنهايه. لا بعدين تقول ايش ذا الغباء وايش قاعد اسوي ايش قاعد اسوي انا؟ ضيعت مستقبلي الحين. اي مثل بعد ذيك الاغنيه الغبيه شو اسمه؟ حقت واركب الحنطور درجن درجن واتحنطر درجن درجن الله ياخذ ابوك. ايش اللي درجن 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 يعني هذا الدرجن درجن 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 اي هذا صوت رجوله صوت الحصان يمكن حصان هو ذا الحنطور اي الحنطور حصان تعرف شو الحنطور انت حصان انت في عربه وراه العربه هذه الحنطور مو العربة هذه الحمار لا هو حصان بعد يحطون العربة الزبدة العربة هي الحنطور أتشاهد مسلسل ذا منترست أتشاهد نعم أتشاهد أنا أنا أتشاهد بعد هاوس اسأل إبراهيم يعرف دحوم ترابل ناين اي دحوم ثلاث ساعات اي عارفه ايش فيه قابلناه بعد في الرياض وقابلته قبلها مرة عند الإشارة في الدمام ما كنت أدري إن هذا هو قابلني في الدمام عند الإشارة هو يعرفني وأنا ما عرفته صراحة يعني جاء سلم عليك قال لك أنا إيه إيه عند تخيل عند الإشارة واحد ينزل الدريشة ويسلم عليك وبعدين يوم عرفني باسمه عرفته يعني ما كنت عارفه من قبل ما تهيك ما لأن ما لأن ما شفته أصلاً ذاك الوقت لسه ما نزل ولا شيء في صورته فما كنت عارف مين هو في واحد قال شيء حلو إيش قال هاوس اطلق واحد في الدنيا لا اسمع لا لا ما قال ما حد يقول الكلام في واحد سال سؤال يقول هاوس قول لابراهيم ليش ما يسوي السيرفر نلعب معه او يسوي فيه جيف اواي كل اسبوع تختار خمسه يلعبون لمده اسبوع وخلاص كل مره كذا ايش بسوي في السيرفر يعني كل شغلي مسويه هنا فما يصح اسوي سيرفر وانا ما اقدر العب فيه ما عنده وقت الحين اصلا ماني ملحق على ذا السيرفر هاوس اسأل دحوم يعرف خالد كويت كشخص او لا خالد كويت اسأل دحوم هاوس اسأل دحوم اي صح ما ادري مو بلك سؤال ما ادري دحوم يعرف خالد كويت على العموم يعني دحوم يعرف خالد كويت وخالد كويت قابلته مره يوم جاء يوم رحنا مع الصراحه اللي في الرياض اخر مره رحت فيها الرياض انا كان موجود خالد كويت هناك جامع اللي جابه ويا اللي جابه الصراحه كان دحوم ثلاث ساعات هذيك الصراحه كانت رهيبه من احلى الطلعات اللي طلعناها عاوز احسن واحد شفت قلت لك يقولون اشاعات لي عاوز احلى واحد بالدنيا بعد 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 ما حد شافه صار احلى واحد شوف على فكرة ترى للحين ما شفت انا هاوس خلي يعرفونك على حقيقتك انا شفت تذكر شو اسمه مين درويش عبد الناصر درويش صورني افضحني تذكر في له مقطع في مسرحية كذا يقول صورني يعني انه بنت هو
صورني صورني افضحني. اسكت اسكت، في واحد يقول شيء حلو، قال هاوس انت شيء عجيب بطريقه حلوه. يا ربي هي انا، ايه طلعوا ميستري اوف لايف يا شيخ. ترى ما تدرون عنه انتو. بعدها قالوا لي موح وش اوه كريبر كريبر كريبر، يا ربي تفجر. اه هاي هاوس انت شاعر صح؟ يب هاوس احلى واحد في مجرد درب التبانه. يعجبني انا اللي عجبني في الموضوع انه في واحد عارف وش هو درب التبانه، فهذا شيء جميل جدا، جميل جدا صراحه، شيء يفرح انه في واحد عارف الموضوع. هاوس قول ابراهيم انت مغرور. شكرا. بكره برشا. اي بكره برشا مع مانشستر يونايتد. وين فيه؟ وين فيه؟ في الملعب الظاهر، ما ادري في بريطانيا الظاهر بيلعبون، اما ماني متاكد. لا لا ماني متاكد، ماني متاكد والله، تصدق حتى الوقت ما اذكر متى. ومدريد، مدريد ما بيلعب اليوم، اليوم او بكره وما ادري، هم في نفس اليوم بس الظاهر واحد على حسب التوقيت يعتبر اليوم، ما ادري الفجر ما ادري شلون وقتهم. هاوس قل ابراهيم نبي صوت خالد الكويت. صورته، صورته يعني اخذوها منه ما تاخذونها مني، يعني زي ما انا ما راح ارضى لو واحد مثلا ما لو اني ما طلعت صورتي واحد يجي ويطلع صورتي ما راح ارضى، لكن يعني صورتي الحين انا طلعت فيها اكثر من مره فما راح تفرق. ابراهيم برشلوني. برشلوني رهيب، احسن واحد في العالم. في واحد يقول لك اسال اسال ابراهيم وشاشه الفي سنك تنباع للحين ولا تنباع في ابراج الدوسري؟ ما رحت انا ابراج الدوسري، بس اليوم اليوم واحد من اللي كانوا عندي يقول لي رحت وما لقيتها. فاحتمال انها ما هي موجوده. ابراهيم ما ودك تجي حي الدوحه؟ اجي حي الدوحه، عطني سبب يخليني اروح حي الدوحه بروح. في واحد يقول بعد المزرعه. صدق كنت اتمرن في حي الدوحه انا اول. تتمرن على ايش؟ على كيوكسل اسمه. شو اسمه؟ الزبده حيه حي المزروعيه شو اسمه؟ هناك المزروعيه، المزروعيه ايش في المزروعيه؟ تسمع مزروعيه دائما اروح مزروعيه انا قريب من عند ناس، قريب من عند ناس، عندي عمتي ساكنه في المزروعيه. كم بينك وبينها؟ كم بيني وبينهم؟ ألف بلوك. ها هاي ألف بلوك. هاوس اسال ابراهيم يحب نفسه ولا لا؟ احب نفسي؟ ايه كل يوم قبل ما انام. يا ظرافتي يا ظرافتي. شكرا ابراهيم، متى اخر مره صحت؟ صحت صحت بين قوسين بكيت، ما ادري. طيب ما ادري ليش ابغى ذا السؤال. طيب ليش تبغى تعرف متى اخر مره انا بكيت؟ يمكن قل لي ليش، بس اول شيء قل لي ليش وبعدين افكر اجاوب عليه. يبونك بعد تروح حي غرناطه. لحظه، غرناطه هذا الظاهر من الاحياء اللي غيروا اساميهم، فما ادري اي واحد وش كان اسمه اول. في واحد سأل سؤال بيك ترد عليه. هات السؤال. ابراهيم ليش ما تخلوا المسابقة السيرفر؟ كيف المسابقة السيرفر؟ المسابقة حق السيرفر يعني وقع مرابط. افضل حل ان ما تكلموني فيها، هذا احسن شيء تسوونه. كلموا عادل فيها لانه هو المسؤول عنها. كل واحد يعني كل واحد عنده شغلة في الموضوع، فخلوا المسؤول عن هالشيء هو اللي يجاوبكم. ابراهيم روح الظهران. اروح الظهران ان شاء الله. شو اسوي بس؟ قل لي شو اسوي هناك وبروح. هاوس انا احبك. هذا هرج شكله. هرج وينه يا اخي؟ ما ادري، كلمني اليوم على شو اسمه السكايب شوي. هاوس عندك قناه؟ اذا ما عندك سوي رد عليهم مره ثانيه تكفوا. هاوس ليش ما تسوي قناه؟ لانه مغرور. انا مغرور، رد الرد اللي قبل شوي صدقي. لانه مغرور. ابراهيم تعال المدينه المنوره. ودي والله ودي، من اكثر الاماكن اللي ودي اروحها. راح طيب راح روح شوف كم سعر السكن انت. يا اخي مو طبيعي الوضع اللي يصير، روح مكه شوف كم سعر السكن، روح المدينه شوف. دوري 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 دوري. يا ناس لا تسبوا ابراهيم وهاوس، تراهم بشر مو بحيوانات، تراهم يسبسبون فينا من اليوم، سحب عليهم.
اللي يسب هذا تربيته يعني، فلا يودي ولا يجيب. مكبر راسي يعني انا عرفت. اي صح عليك. تعال اسكن عندي، في واحد يقول لك. اوكي شكرا، ما تقصر. طيب كذا الخطة تقريبا مكتملة. زين نحتاج الحين ايش نحتاج؟ ركز معي هاوس، ركز. نحتاج، لا والله بنحتاج واجد من الشجر، بحلق كل الشجر اللي حواليني الظاهر. قاعد اكل انا. كله تاكل انت، كله تاكل. تو الفطور جاء عندنا. هاوس حق قل حق ابراهيم اكثر شيء يعجبني فيه غروره. شكرا. ماني فاهم وين الغرور ذا اللي قاعد يتكلم عنه. ترى قال تواضع. اوكي. بس انا مدلس. عشان تعرفون وين تطلع الاشاعات، مصدر الاشاعات. في واحد يقول بهكرك. بيهكرني؟ طيب. شو اسوي لك؟ ابراهيم يا ليت تورينا هاوس. انا ما شفته، مو براضي يخليني اشوفه. فاذا قدرتوا تشوفونه قولوا لي. لحظة بحتاج لي بكت، انا بكت ماي هاوس. انت اطلق من ابراهيم شيء قديم ذا يعني معروف. شفتوا احنا عرفنا من المغرور شلون صيد لك. انا قاعد، انا اليوم هنا قاعد لك هاوس. قل ابراهيم تحبني تحبني تحبني. ايه انت مين بس اول شيء؟ ايش سويت انا؟ ليش رجعتها؟ اوه هنا عندي. ليش انا ما يحتاج نطق مشوار كل شوي؟ في واحد يقول في جوالي ابراهيم. في لاج في السويتش، يقصد شكل تويتش. تويتش انت طالع الستريم شلون؟ شو الوضع عندك؟ ما عندي لاج. خلاص هاوس يقول ما في لاج، ما اقدر اقول شيء انا. هاوس سؤال ملقوفي، وش قاعد تاكل؟ شو اسمه هذا؟ هذا شيء حرام. شيء حرام قال لكم. هاوس قل انا استضيفك في المدينة. طيب انا ما بساكن في المدينة عشان استضيف احد. يقصد اقول لك ايه. انه قل له انه قل له الزبدة انه هو بيستضيفك. ايه طيب قل له. شو اقول؟ قل له بيستضيفك. اوكي وعليكم. مع السلامة عليكم. مع السلامة عليكم. كأني سويت شيء غلط. في واحد يقول هاوس اسال ابراهيم وين ساكن؟ اطمئن ما راح ازوره بس اساله. طيب وش ليه اجل ما انت بجاي تزورني؟ ليش تبغى تعرف مكان بيتي؟ وراي ميت. لو حطينا الماي هنا. ايوه ضبطت. ترى شو اسمه ذا اللي يكتب ذا الشيء اللي هو يعرفه لا يكتبه مره ثانيه. ها؟ هاوس تعرف تتكلم اسباني؟ ايه ايه قاعد اتعلم صراحة. اشتريت كتاب يعني اسباني، يعني اعرف كم كلمة. ابراهيم عمرك زرت حائل؟ لا ودي ازور حائل، ودي لان شفت صور واجد في حائل وعجبتني. هاوس قول لابراهيم ما زهق من هالاسئله. لا زهقت، ما زهقت. هاوس تكلم مكسيكي. ما في شيء اسمه ما في مكسيكي، في اسباني. في اسباني يعني. هاوس تحب ابراهيم؟ خسي هذا اللي ناقص. والله هذا اللي ناقص، انا احب هاوس والله العظيم لو اشوفه ذاب قدامي.
ما عليكم منه ترى هياط ما عنده سالفة. ابراهيم ودك تجي الجنوب؟ ودي اجي الجنوب. كيف ان عندكم براد؟ براد الجنوب. ايه الجنوب براد. مكان الشمال هو الشمال والجنوب كلهم براد، ما في الا احنا اللي خايسين هنا عندنا. احنا رطوب. احنا اللي خايسين في جونا الخايس ده. ولا الباقي مبسوطين جدا يعني. مود شو اسمه جو السمك ترند اون. ايه مضبوط جو السمك. هاوس ليش ما تقرا الا الناس محددين؟ بعد بدينا في واحد يقول ار يو جاي؟ يقصدك ولا يقصدني؟ ما ادري. ودك تجي القطيف؟ ودي اجي القطيف. ليش اجي القطيف؟ بدأت المشاكل اللي قاعد يصير في القطيف خلي الواحد ابد ما يبغى يروح، بعدين ما فيها شيء ترى القطيف يحمس يعني، نفس الدمام. ما فيها شيء يقول لك والله بروح حماس خلينا نروح نمشي. ما فيها حتى شو اسمه سينما. سينما ما عندهم سينما. بحرين اي. هاوس قل ابراهيم خالد كويت يدخل ما يدخل سكاي؟ ما فهمت. خالد الكويت ما عندي على سكايب الظاهر انا اصلا. ابراهيم انت بدك تلف المملكه كلها؟ كلها ما اتوقع، بس في مناطق واجد ودي اروحها يعني. اي مكان في شيء حماس شيء رهيب جو حلو، اهم شيء جو حلو وفيها شيء الواحد يروحه. اللي بيحط رابط ذا اللي قال لي بحط رابط، حط رابط. شفتوا شلون عنده واسطه؟ أنا أقول لكم خلها غيره بس ما تعطوني وجه. الحين لو حطيت هذا هنا ما يصير شيء. لا وحطيت حوالينا يطفيه ما يبين؟ ما ينور. طيب عطنا سلك. وين السلك؟ أوس قل إبراهيم ليش ما تكلمون أبو كحل؟ ما في شيء يعني، ما في شيء خلينا نكلمه عشان إيش بالضبط؟ لو في عمل وياه راح اكلمه على طول، لو في شيء يعني يحتاج نسجله مثلا مع بعض بكلمه على طول. يعني زي كانك تقول والله ليش ما تكلم فلان فلاني، اي واحد يجي على بالك. ما في شيء يعني، ما في سبب مقنع ليش ما تكلم فلان. ليش هاوس يقرا اللي يعجبه يا اخي؟ يكتب شيء كويس وان شاء الله. لا يقرا اللي يعجبه. ابراهيم تعال تبوك جوهر وقال عليك. صح جوهر وقعني ودي. القطيف فيها قلعة القطيف التراثية، بنوها البرتغاليين قبل 300 سنة. طيب مو شيء يحمسني يعني أبدا. إبراهيم خلني مود وأريحك من هاوس. والله جرب إذا ما يتغير تويتش حقك. يهددني ما أقدر. عاد والله العظيم حرام. شو اسمه ذاك اللي قفل حسابه؟ اي والله قهر. لا المشكله نص الفيفرت حقي من عنده موجود يبقى. اما عاد اتوقع موجود. شيء ضحكني ذاك اليوم بس بقناتك. هذا كان له سالفه يعني الموضوع. والله قعدت اضحك، حطيت سالفتكم كلها في عبرت. ألاحظ يجيني رسالة إنه وسط السالفة في فيفرت، شو أبغى ذا الحين وين؟ لا هذه أنا كذا أحط فيفرت ترى بس عشان أضحك بعدين. لا ليش ما تكلم أبو كحل؟ أنا أقصد إنه كل الكومنتيتورز ما يكلمونه. وش لا لا يعني؟ لا مين قال؟ كلام مو صحيح أبد. مع شو اسمه هذول؟ هو دايم مع هيرو. وغير كذا فهد عتيبي، فهد عتيبي كم مره كلمه في بينهم تواصل. يعني مو كلام هذا مو بصحيح ابدا ان ما حد يكلمه. لا هاوس يعني زي ما انا مثلا انا وعادل لو ما كلم مثلا دحومي 3 ساعات ما اكلمه انا يعني، ما اكلمه ادق عليه والله قم خلك بنطلع ولا بنسالف ولا شيء، لكن ما يعني ان في بيني وبينه شيء بالعكس. هاوس 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 قل ابراهيم متى بتسوي البث الجاي عن كود 8؟ شو ترى انا يمديني اسوي بث. يمديه هو يسوي بث من قناتي ترى، بس هو مغرور. مو مغرور الا مغرور. انت اليوم كنت تلعب في قناتك وخربت السالفه. لا نصاب راح اعدلها. بس لا ما يبغى يسوي بث بس
كلام فاضي. انت مركب الكمبيوتر اركب نفسك ولا المحل مركب لك؟ المحل مركب لي واحد من ربعي يختار لي المواصفات. اصبر في واحد بينتحر. هاوس بنتحر. اقرا سؤال ابراهيم، وش افضل الافلام اللي تتابعها بما انك خبير؟ ابراهيم ترى ما هو بخبير. انا بس مو بخبير بس احسن من هاوس. احسن منك كيف؟ تجي تقول لي عطني فيلم يرحم امك. على الاقل ما بقول لك شوف 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 خذ خذ الفيلم غصب تشوفه مسلسل، وخايس المسلسل ولا شفته وخايس. هاوس قول ابراهيم دخل طيور الجنه في السيفة. وش طيور الجنه؟ الله يفكني من طيور الجنه. تويتش ما يشتغل على الباد؟ طيب حتى لا 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 يشتغل. ايش اللي ما يشتغل انت؟ في له برنامج. اي في له ابلكيشن. صح في خبر بخصوص ابل. ايه نادري الله يلعنه. ليه 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 وش ليش؟ مو ابل الله يلعن يوتيوب. لا بالعكس من مصلحتنا. مصلحتك بعين. الحين شوف اول كان الخبر يقول لك ان انتهى العقد اللي بين ابل وبين اليوتيوب بخصوص الابلكيشن الموجود. احنا لما تدخل على اي جهاز ابل تشتري اي او اس يجيك فيه ابلكيشن جاهز يوتيوب اسمه. ما ادري ابد. الكلام انه ايش بيصير لنا؟ بيصير الحين اول كان العقد حصري، الحين تقدر تجي شركات ثانيه وتسوي الابلكيشن بدل ما انه كان حصري على ابل نفسها، هي لازم هي اللي تسوي الابلكيشن. طيب فرصه خاصه تدري حتى الاعلانات ما تجي. اي بس اذا جات شركات ثانيه الحين تسوي الابلكيشن راح تطلع الاعلانات. يوتيوب ما عنده سالفه. انت ما عندك سالفه. جاوا الحين ابل رازينهم مسوين لهم ابلكيشن يا رجال. لا لا ابل ما ترز احد، لا تصدق ابل ترز احد. صح انه ابل محتاجه بما ان ما عندها فلاش بس ولو. لا 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 ابل ما ترز احد. ابراهيم وش قصه العائلات؟ عائلات ايش؟ لان في واحد قبل شوي سال قال ابراهيم وش عائلات دحومي ثلاث تسعات. دحوم تسعة تسعة. إيه يمكن عائلتهم ألف ثلاث تسعات يمكن ما أدري. هاوس كيب صراحة ما أعرفها أصلاً. ما أعرف هاوس كيب دخل معرض A3. يح إيش في معرض A3؟ كيف أدخل واحد؟ كيف تدخل؟ تحتاج الباس حقه، يعني لازم تكون يا تبع جهة إعلامية أو تشتري الباس. يبيعون مجموعة ظهر 5000 او شيء زي كذا، شيء بسيط. لا لا 5000 اقل من 5000 يمكن بعد، بس تنباع بغالي بغالي لاي واحد يبغى يدخل. يعني تشتري الباس وتدخل لو تذكره. هاوس اسال ابراهيم ايش يبغى يسمي ولده. ايش بسمي ولدي؟ خله يجي اول ويصير خير، خله اتزوج اول بعدين افكر. ترى قاعد يفكر الحين. بس الموضوع هاوس بنتحر وش اسمك؟ زي كذا خليني اطيح. اسمي هاوس. ابراهيم انصحك تسوي برنامج التصوير، ترى هالايام الناس طايحين فيه. يقصد يمكن فلوج. يا اخي سو سو. هاي جايز اتس كافي تايم. طيب قول. كنت اتكلم مع هاوس في السالفه، انا كنت مفكر اسوي قناه حقت فلوجز. هو يقول ايه، وسالت واحد ثاني قال لي لا ما يسوى ما تصلح. والله شوف مره متردد في الموضوع. الموضوع اني اخاف اني ابدا فيها ما اكمل. هذا 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 اللي مخليني اتردد. هذا اللي كنت بقول لك، اني اخاف ابدا فيها وما اكمل، ولا ودي اسوي زي كذا اني ابدا بشيء ولا انهي. فتكون قناه زي فدونه حقت فهد. اي زي فهد. زي فهد بس فدونه فدونه الفدونه حقت فهد ذي. لا ويقول اسمع انت وياه هذه السنه مدري ايش 52 فيديو وهو ما رفع الا ثلاثه. تتكلم على فهد مديرنا؟ تتكلم على مديرنا؟ مو هو مديري هو. كيف يعني اتكلم؟ هو مديرنا. أنا في بلد ديمقراطي يا شيخ. ما في شيء اسمه ديمقراطي. كيف خلي يجي هو كله يجي مانشستر، خلي يجي واتفاهم معه. زين خلاص خليك معنا. هاوس قل ابراهيم وش اكثر كلمة تكرر في اليوم؟ كلمة؟ تكررها في اليوم. ياه. لا في أكثر منها. ما كتب له؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه هي. وش يعني الكلمة السلام عليكم؟ ها اجل وش تتوقع؟ انا ابراهيم خليل. هذه بعدها تجي. ابراهيم هاوس. ابراهيم هاوس. ابراهيم كيف تعرفت على هاوس؟ فتحت علبة بيبسي وطلع لي من داخلها فجأة كذا، طلعت له هدية ما سكريب هدية ذاك.
تعرف لما تذكر المسابقات الاول جمع 150 غطا بيبسي وتاخذ على شيء، جمعت جمعت 250 قالوا لي ربحت هاوس تو وناسه. انا كنت مأمل على التيشيرت بس ما اعطوني التيشيرت، اعطوني هاوس. هاوس انت دافور اي دافور الحمد لله. اي دافور ذا 24 ساعه ماسك الكتاب وقاعد يذاكر. اقول له اجازه ما في اختبارات بس مو مصدق. يقول يا اخي السنه الجايه بيجي منهج جديد لازم اكون مستعد. ابراهيم سالتك اسئله عادي ما كان عندك مانع ندوش. بيت كم عمرك ها؟ البيت كم عمرك انت يعني كم عمرك؟ ايه انا عمري 3 سنوات و7 شهور شلخ. ياي هاوس هاوس. قل ابراهيم هو طاي. ها طاي ما ادري وش يكسر طاي. اوكي هاوس اذا جاك من الحد ويسب الاسلام وش تقول له؟ ما راح اقول شيء. وش تبيني اقول؟ ما لي مخول للرد صراحة. ما طيب ما عندي قبل الصون الحين توهقت انا. شوف التصريح وش بتقول له انت ابراهيم؟ ايش بقول له؟ اذا جاك واحد ملحد سب بالاسلام. انا اشوف انه افضل شيء تحقره. ايه طيب انا ايش قلت؟ قلت لك ما نبقى قايل. لا 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 ما بتقول له شيء يعني بتسكت. طيب تحقره يعني تسكت بطريقة هينة فيها. يعني انه تسكت وتبتسم له وما تطق له خبر. اي يعني سلك له يعني ضف وجهك باختصار. اعطي هذه ضحكتك سوى عطى 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 ها سوى له كذا قول له ضف وجهك يعني. وش لان اغلب هذول ترى يعني يبغى يلفت الانتباه ويبغى يلفت النظر. شوف الشخص الملحد الحق اللي يعني عنده اسئله وعنده اشياء يبغى يتاكد منها ما هو مقتنع بيروح بيسال واحد صاحب علم وبيناقش واحد صاحب علم. ما بيجي عندك وبيقول لك والله بيقعد. اول شيء ما راح يسب. هذا باختصار الشخص على فكره ترى يعني انا الحين ما ادري كم صار لي هنا بس الزبده ما جاني احد سب. اوكي في مس اندرستاند احيانا بس انه يجون يسالون ليه 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 اسئله استفساريه مو اسئله انه ما هو سب. ايه حتى شو اسمه ايه بس في واحد سأل سؤال بعطيك اياه. عطني سؤال في ذاك الشيء. اوكي عرفته في ذاك الشيء. اوكي حطي في ذاك الشيء. يا اخي متعب الشغل من تحت. ها حطيته. فصل. نرجع هاوس من جديد. هاوس لن ما عندك سالفه طلعت. المهم في واحد سالك سؤال بعطيك اياه. حطي واذا ما تبي تجاوب لا تجاوب. اوكي وين راح؟ لا ماني مجاوب. طيب هاوس يا اخي صعب الشغل من تحت. تبدأ من تحت لفوق. هذا اللي قاعد اسويه انا لسه ما سويت شيء غلط بس الشغل متعب. ABC123 ظاهر. الباسورد حقك باسورد هاوس ABC123 سمعتوا؟ باسورد معادله من الدرجه الثالثه عشان تعرفون لاي درجه دافور. اجل وش تبي؟ تبيني مثلك؟ رقم جوالك؟ لا مو برقم جوالي. من 1 إلى 9 هذا اي مودم تتخلف مكان في مودم حط الباسورد من 1 إلى 9 ما ضبط وياك حط 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. كان السي حط رقم جواله. ايه واذا تبي باسورد ما حد يبي يعرفه حط برتقال. بعطيك باسورد اللي كنا حاطينه في الغرفه يمكن يوم سنكت ساكن في الجبيل. ايه مع اخوي. يوم سويت في الشو يوم تكتب على الجدران. يوم اكتب على الجدران. الباسورد كان حق المودم حقنا ما عندي فطاير. والله العظيم الباسورد كان ما عندي فطاير. انت غلبت شو اسمه شيلدن جيتس يور اون اي بي. لا لا ما حد يقدر ياخذ شو اسمه. ما حد يقدر على هذا. كان الباسورد ما عندي فطاير. ف
الحمد لله ولا مره احد قدر ياخذ قدر يدخل على الشبكه حقتنا. ترى انا اخليهم يدخلون بعدين اعلمهم. بعدين تعلمهم شلون؟ هم حقهم بدون باسورد اذا دخلوا على شبكاتنا. طيب ادخل شبكتهم واحط لهم باسورد. وش اسم امك؟ اسم امين عين. كم مره نجاوب على السؤال هذا؟ طيب جاوب مره ثانيه. قلت لهم جواب. اوكي اسم امي ايش قلنا احنا؟ راجع اجابات الاسك اي من في المقطع الاول او الثاني. في المقطع الاول او الثاني اذا ما لقيت يمكن في الثالث او احتمال في الرابع او يمكن في الخامس او السادس واحد منهم. حاول تقرب المايك قبل صوت. كنت رجع الاعدادات زي قبل شوي. ها؟ رجع الاعدادات زي قبل شوي. ما تغيرت الاعدادات اصلا. اجل في سالفه ممكن تقرب. انت بس تقعد تعبث في الجهاز اللي عندك. ابراهيم قد مر على حياتكم اسم ساري وش رايك؟ ساري ساري اي ساري درس وياي واحد اسمه ساري. شو اسمه ذاك الصياد الصغير؟ لا مو بساري ذاك كان ساري اسمه؟ ايه اكيد؟ ايه الصياد الصغير متاكد ساري. تعرف ايش الساري؟ مو بذاك حق البحار. لا ذاك صاري. بالصاد. اتروش الساري. ما ادري احنا نسمي الساري اللي يلبسونه الحريم في وقت الصلاه عرفت؟ اللبس حق الصلاه حق الحريم نسميه ساري احنا. شو يسمونه العالم؟ ما ادري شو يسمونه العالم؟ يا عالم يا عالم شو تسمون ذاك الصلاه اللي يلبسونه الحريم وقت الصلاه احنا نسميه ساري. الصاري اللي هو ظهر الشراع حق السفينه. شارع صاري في جد. في واحد من الدوارات اللي في الدمام ميدان الصواريخ اسمه في معركة ذات الصواري. ايه يمكن ترى وش ذات الصواري يمكن العلم ما ادري. ذات الصواري من الأشرعة كانت معركة بحرية. هاوس اسأل ابراهيم وش معنى كلمة هاوس. اسأل هاوس يا هاوس ايش معنى كلمة هاوس؟ معنى يسمونه جلال. جلال اي جلال مدري جلال مدري. احنا عاد نسميه ساري. بس جلال شنو جلال؟ هاوس معناه بيت يا شباب. مين قال؟ جوجل. جوجل اوكي عمنا جوجل اللي يقول احنا نصدق. كيف معناته اللي ما نصدق يبحث. شوفوا اذا واحد اعطاك معلومه من الكسل تصدقها ما ودك تتأكد منها. اوكي خلاص انت تقول كذا انا بعتمد كلامك بس اما اروح ابحث واتاكد من معلومه صعبه يعني صراحه. اصلا احيانا كذا في نقاش تل انت صح بس خلاص اسكت ما بيتعرف. فكني بس فكني ولا يرحم والديك فكني. ها في واحده البايو حقها عجبتني والله. تويتر كنز. ما احب اجادل اي احد باي شيء. انت تفوز بالنقاش بس سكر الله يعافيك. اي هذا حال كثير من الناس مثلي. هاوس قلت ابراهيم ليه ما يشرب بيبسي؟ ليه ما تشرب بيبسي؟ انتظر تجي وجبتي من ماك. طالب من ماك؟ موصي احد يجيب لي من ماك. منو؟ مالك دخل. موضوع سري جدا. هاوس اسال ابراهيم تروح جيمسكم. انا بروح جيمسكم. نصاب ما بيروح جيمسكم. نصاب. بروح وبصور وبكسر راسك. نصاب ما بتروح. طيب نحتاج نروح وين؟ اللي يبيني اسوي بث يرفع صبعه. ارفع صبعك. ابراهيم وش تنصح الجيمر؟ الجيمرز العب. لكن صاحب القناه اتوقع يقصد اصحاب القنوات. لا اسمعني وش يلعب؟ قدف دراستك على لعب صح ولا تلعب كثيرا. لا تلعب كثيرا. لعب مفروض بالصحه. مرتين صباحا مرتين مساء. هاوس قول ابراهيم انت فيك شبه البروسلي. مين بروسلي؟ مره واحده بروسلي عاد.
هاوس وابراهيم متى بديت اليوتيوب؟ ما بديت انا اليوتيوب، ده بدا 2010 ولا 12 2011 ولا لا 10 10 10 انا اعرف تاريخ قناتك اكثر منك يا راجل. بديت في اول يوم، اول يوم في السنه سويت القناه في اخر 2009 ايه، وحتى لو تشوف تاريخ البدايه بتشوف في شهر 12 فتحتها انت بعد بلاك هوك. فتحتها لا كان متاكد مع بلاك اوبس. لا 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 مو مع بلاك اوبس، اتوقع قبل يا بزر. مو انت متى متى فتحت انا شيء في واحد زبده اعطيت واحد بلوك عادي خلاص اعط واحد بلوك بعد البث شيء. لا ما راح اشيل، اللي اخذ بلوك اكيد انه يستاهل. طيب بس يمكن نستعمل فرصة ثانية، فرصة ثانية ذاك مسلسل ما حد جاوب. في مسلسل ما فرصة ثانية؟ والله أذكر شو اسمه أختي كانت تشوفه. إيه البنات يتابعون أي شيء مشكلة. اسمع في واحد يقولك مبروك 40,000. الله يبارك في حياتك. على طار 40,000 بداية السنة أول ما انضميت الزيباد، اول ما انضميت لهم كنا نسولف انا ومين فهد عتيبي، كان يتكلم عن المتوقع كم بتجيب قنواتنا مشاهدات وكم المشتركين، وكنت اقول له لا يا اخي وين انت قاعد تبالغ في الكلام. سبحان الله كان اللي قاله يعني تقريبا كان قريب جدا جدا من الارقام اللي كان متوقعها. طبعا الارقام اللي كان متوقعها شيء، الارقام اللي جبناها اكثر من اللي كان متوقعها، فكانت صدمه بالنسبه لنا، ما كنا متوقعين بنجيب هالارقام. اطلع فوق. ايش صار على مباراة الهلال؟ خسروا من جد، خسروا انتهت خلاص. شوف عادي ايه هذا ماني بداق على عادي خلاص اجل قاعد يبكي من ماشي احنا نتوهل قدق عليه وطلع حرته فيني ما يصلح. خلاص عادي احط بنا بلاك بيه. شوفوا ابراهيم بيشتري بلاك بيري قريب. ما بشتري بلاك بيري قريب نصاب. اقايل لكم هذا مصدر اشاعات. وبيخليه حق المشتركين. نصاب ما بسوي هالشيء. وقت عاد تحب بروستد. تحبه. بس هو ما يحبني. انا ما احبه. انا ما احبه بعد. هاوس ارفع صوتك. هاوس ارفع صوتك يا اخي. يا بوي بعدين معك انت اللي بعدين معك. شكلك تصرف يا زين الصوت يا ايش يا ايش. اقفل عليك الحين البث. قفل الله. شلون شلون ابراهيم تحب هاوس ولا الدراهم؟ جاوب عدل على البث. اكيد اكيد احب الدراهم. شو اسمه؟ وش اللي شو اسمه؟ تذكر تريريريتا بابا يجي متى؟ يجي الساعة 6 راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليتا؟ تذكرها ولا لا؟ فجأة اختفى. قل لي غلط بعد، قل لي ما تذكر ذي الشيء. يا ذكاء طيب. من الأشياء اللي قلتها. طيب. شلون قاعد تيجي على بالي هالأشياء أنا أصلاً؟ إيش رأيكم بالمسلسلات اللي خليتكم؟ إيه. خبري أنا آخر شيء أذكرني تابعته وكنت تابعته صف يوتيوب كان زوات خميس من قبلها. هل أسد نفسي في هذا المسلسل أنا من كثر ما يشغلونه في البيت عندنا. من قبلها آخر شيء شفت على أيام هذول اللي شو اسمه هو يبغى أكل دارة الأيام والطقة ذي. إيه تابعت جرح الزمان. إيه كلها طقة واحدة يعني في النهاية. إيه خالتك ماشي كان اسطورة. شفت قبل كان في ابداع مو الحين كلهم نفس القصة حتى ما مو بنفس القصة نفس الوجيه بعد الوجه على قولة ابراهيم ابراهيم خليل قولة مدى صالح تحس حاطينهم في قالب ويطلعونهم نفس الشيء. ابراهيم فيك
لحظة هنا أحدد، تقصد كود اللعبة ولا كود جيف أواي؟ إذا كانوا كود يعني يقصدون كود، إذا كانوا كود ثمانية كود. آه طيب، أكواد ما عندي الحين، اليوم ما عندي، عندي حقة ستيم بس لازم أعلن قبل، قلت الأكواد راح تكون في وقت يكون في إعلان. أنا أمس كلمة فهد قال إنه ها؟ تب أكواد ما يكون شو تقول؟ يستثمرها لنفسه. ببيعها عليك. إذا بتبيعها بقل من سعرها بذاك اشتريها، أنا أحتاج واجد. يلا هاوس بي عندك واد بيعطيكم إياها. ها؟ أنت تقول؟ إيش قاعد تقول أجل؟ هاوس يقول إبراهيم كلامك صحيح. وأنت بصحة وسلامة. يا رب أعرف عشان إيش. أنت 15 أغسطس. أنا 15 أغسطس؟ وش ال 15 أغسطس أنت؟ ايه ترى شيكت على القناة، شفت قلت لك في 2010. ايه بس اخر 2010، شوف التاريخ في شهر 12. ايه شهر 12 ديسمبر 26. ما بديت الا في شو اسمه؟ الا في تاريخ 1/1 الظاهر اول مقطع. قلت لك اليوم تبدا مع بلاك هوبس. سوي الفان حق بلاك هوبس نتعلم منك. صح صح صح. لقيت ناس اقص عليهم. قصيت علي خربت لعب. منزل لعبك عاد اللي ما كنت تدري ايش السالفه انت. على الاقل افجر طيارات مو بس ما انت تفجر طيارات ولا شيء. يفجرها بعد ما يذبحونها، ايش الفائده؟ كنا هاوس درباوي. هاوس هاوس قل ابراهيم يطول صوتك. طولت صوته بس هو مو براضي، كل ما ارفع صوته هو ينزل صوته من جديد. ابراهيم وهاوس وشفوا خمس طعام عندك. خمس ايش؟ طعام. ها؟ مطاعم مطاعم مطاعم. واحد يقول هاوس يا كلب رخص. طيب ايش بتقول له؟ خلاص اتوقع يكفي، تعبت يا اخي. وش لو بدري يا اخي؟ والله تعبت يا اخوي. يا اخوي هاوس رخص. شكلي برجع اكمل بعد صلاة الفجر، احتمال ارجع اكمل بعد صلاة الفجر بس ابغى اريح وابغى لحظه. امس يا نصاب، اليوم مو بامس، اليوم سوينا بعد الفجر. طيب بس ايش حركات؟ يعني حاط جلوستون مغطي بشجر حسب ما ادري. هذا مو بلك، هذا لي انا. وش قصته هو كلب في هذا الكلب؟ شنو شنو شنو؟ انت طبعا طلع شيء اسمه بفية ابو كلب، اشوفهم يقولون لك واجب. بفية ابو كلب؟ والله ما ادري، انا ساعات اقول اشياء ما ادري وش هي. خليه يكون هذا اللي بجنب الامير عبد الله. ما في بفية ابو كلب، بفية ابو كلب يعني بفية تعبانه بس. داري. بس ما خبر بفية ابو كلب انا تكلمت عنها. تعبانه. انا مدحت بفية، ما اذكر اني سبيت بفية. بفية الامير عبد الله. بفية الامير عبد الله؟ ايه. وش هي ذي؟ ما ادري اي واحدة اللي تتكلم عنها انت. نسيت الامير عبد الله. ايه هذه ممتازة. فياض. لا. جاني تسمم منها تذكر. نصاب، ما لك تسمم ولا شيء، انت بطنك خربان اصلا. ابراهيم وهاوس مش افضل كومنتيتر. افضل كومنتيتر بالنسبة لي هو. ايه عيني بعينك؟ وديز جيم اتاك. لا انا صاب مالك منه. لا ترى بصراحه اذا تبغى صدق ابراهيم، بس اذا كنتوا تعتبرونه في بي اس رش كومنتيتر فهو اطلق احد. لا هو ما يعتبر كومنتيتر خلاص. هذاك رهيب، هذاك الانسان ما هو طبيعي في بي اس رش. اوف. لا وبعد في واحد احسن من ابراهيم ذيك. مين؟ سكافي تايم. اسمها دوجر. شفت كيف يعرف اسمها؟ يقول اضافها في الله وسحب عليه. نصاب. ليش ما تنادي ماجد هير؟ ماجد هير كم مره نقول لها الكلام؟ ماجد هير ما يبغى يطلع، موجود ما يبغى يطلع، فما يصلح تقول حق واحد غصب عنك تعال. سويت فيه مقلب، سويت فيه مقلب قبل كم يوم.
كنا داخلين وقاعد اشتغل على ماينكرافت، ف قلت خلاص اسولف وياه على سكايب. قاعد اسولف وياه وشوي واقول له طيب ماجد ايش ودك تقول حق الشباب في الاستريم؟ قال لي تخسي كذا، طلعها من قلب تخسي. قلت ها؟ قال قاعد تسوي بث. قلت له هاجر شنو؟ ليش اجل مكلمك؟ قال من جدك ابراهيم. قلت له حسيت انه بيطلع وبيكفخني. شيخ لا يطلع شو اسمه الريشيا حق كنت كله في راسي. جيب عليك ريشيو 33 فوق 10. هاوس 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 يقول لابراهيم متى اخر مره لعبت اكس بوكس؟ من يوم اخر مره انا دخلت؟ لا اخر مره دخلت الاكس بوكس كان يوم سجلنا التيرمينال انا وفهد. فهد صح؟ اي فهد، انا وفهد. فهد تمساح بلاي اواي. هذه كانت اخر مره سويت ساين ان في الاكس بوكس. صار اكس بوكس الظاهر انه يحتاج انك تسوي تحديث حق السيستم صح؟ لا لا ترى بعد ينزل. متاكد؟ ايه للحين بيدا. طيب اذكر السنة اللي راحت يوم قالوا شو اسمه بيعطون الناس لليت تجربي على ايام بلاك اوبس. طيب قدام تسحبوا علي؟ طبعا ما عندك سالفة. هاوس قال ابراهيم يطمر البحر. اذا خلصنا ابراهيم ايش فيك؟ شغلك ذا متعب. ادري والله اني داري. هاوس هاول هاوس يقصد وس افضل اكس بوكس في الرياض امريكي ولا اوروبي؟ انا حسابي امريكي. خذ اوروبي. الحساب امريكي بس خذ الجهاز اوروبي. جهاز اوروبي اكيد لانه لعبك اغلبها اوروبيه. اول شيء بيجيك اللي موضوع انا عندي المشكله هذه في البيت. انا جهازي اوروبي، جهاز اخوي يوسف امريكي، فما يقدر يلعب فيفا العربي اذا ما يشتغل عنده. هذا حق المدريس، والمدريس تتبع. مضبوط. شفت والله تعرف اشياء صرت. ايه ما تذكر يوم علمك. على بالي ما عندك سالفه. طيب كذا من اول اسمع هاوس. من هو هاوس؟ هاوس شخصية غير موجودة بس كذا احنا نستهبل نقول هاوس هاوس. اسأل بس ما يرد هاوس. اسأل يا 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 شو اسمك؟ انا اي سبعين هاوس. قال حق ابراهيم شفت اعلان كل ثمانية حق اي شفته. سويت له تويت انا بس اللي استغربت انه يقول لي الرابط محجوب. شلون محجوب؟ لان اللي مسجلين هذول تحت 18 تعرف. ايه الزبدة اني شفتها ما كان محجوب عندي. الزبدة شغله ذاك شيء او غير صحيح ميلاد. تتوقع تضبط؟ تقول لابراهيم شفت ايش؟ نفس السؤال كل شيء. اوكي. او سأل ابراهيم تلعب هيلو؟ ما حد يلعب هيلو. ما حد يلعب هيلو، مع ان عادل قاعد يحاول ان العب هيلو وياه اذا رجع. وانا الى الحين متردد لان حاسس ان عندي العاب واجد ابغى العبها. اقول له روح امريكا فكنا بس خلنا نلعب. اسكت. في واحد سال سؤال حلو. هاوس قلب ابراهيم ليش صار كومنتري؟ انا ليش صرت كومنتري؟ يقصد كومنتيتر. طيب ليش صرت؟ والله ماسكه يعني. اللاين بفلوس. مو ما لي بسميها فلوس مع انك قلت ابراهيم بس بجاوب عنه. جاوب عني يلا. يا اخي بحسه مبلغ رمز الصراحة. بالنسبة لي اي شيء اي خدمة تصير عليها فلوس افضل، عشان مو باي واحد يدخل. لما يكون بلاش تصير انواع المشاكل، كل واحد يجي يدخل يسوي حساب لو بغى يخرب عادي. لا بتشوف مثلا الحين في البلاي ستيشن ما في اسماء. ما في اسماء. وبعدين يجيك في البلاي ستيشن اليوم اليوم حساب، بكره حساب، مثلا بعد حساب، ما عنده اي مشكلة هو. اسمع ولد خالتي عنده 20 حساب. ما يصلح كذا، فيصير ما في اي اهتمام من الشخص نفسه. تحرص على يعني تشوفه يروح يسوي حساب مو ولد خالتي مثلا. اي يسوي كثير تصير اللي يسوون حسابات يبون يخربوا على الناس. هنا في
هنا سمعتك تتأثر يعني، واحد قام يخرب تسوي عليه شكوى خلاص تلاقيه يتوهق ويرسل ابراهيم اتنصر قلت بتسوي مجسمة اسبونر وسحبت لا ترد عليه. طيب خلاص ما يبرد عليه، مع اني ما ادري وش السؤال بس دامك قلت لا ترد عليه خلاص. انا من لاعبي اكس سوني 3 بحول اكس شلون اكس سوني 3 ذا؟ طيب خلينا نشوف هنا شو يصير لو طبينا في شيء. شيء جديد. اوه في سلايم. ريلي. اخاف اطلق عليهم بالسهم. خلني اطلع فوق. عندك بي اس 3 ولا اكس بوكس؟ عندي اكس بوكس خربان وبي اس 3 خربان. لا مو خربانين. ادري انا. حلو. هاوس سال ابراهيم على منهم مسميه ابراهيم؟ واحد مسميه. على مين مسميه ابراهيم؟ على جدي. اصبعي. هاوس قول ابراهيم روح بيت عادل جديد، ما يبي يطلع بيته. اصلا من ضمن القوانين الموجوده في السيرفر انك ما تروح وتطلع بيت واحد كذا انت من نفسك، لازم هو اللي يقول لك تعال عشان تروح تطلع له. في الاولمبياد يمكن يكسر الاولمبياد اي شارك. شنو؟ المهم جاوبت انت خلاص. شاك في سباق ال 100 متر. مضبوط. هاوس اسال ابراهيم شلون تعرفت على جاد وعادل؟ كل واحد من قناته. تعرفنا على بعض عن طريق اليوتيوب. عادل تراسلت وياه في الفترة اللي بدينا، ما كان في واجد قنوات، فكان انا وعادل وماجد تراسلنا مع بعض وكذا. انا عرفت اي طلعنا كجروب واحد يعني في النهاية. ولا ماجد كان ما عرف يزرع. شكرا. بس ماجد سحب عليك يا تعبان، انا ما سحبت عليك، شرع اللي قاعد وياك للحين. ماجد سحب على قناته. لا سحب عليك يوم درى انك انت اللي تتابع. طيب خلاص. سبب ابراهيم هل هو متحمس للعبة الدراسة بس؟ لا. لا بس بلعبها. لان الناس واجد متحمسين عليها. لا لان بلاقي فيها كواب اكيد وبلعبها. تلعب معي كواب؟ ما العب وياك، العب مع عادل. عادل احسن منك. انا احسن. لا عادل احسن. عادل ولا هاوس؟ بلعب مع عادل ما العب مع هاوس. هاوس يقول لي بلعب وياك سرفايفل ويسحب علي. نصاب انت. علي صحيني من النوم. وفي النهايه ما تجي. نجي اقول لك قوم خلينا نسجل سرفايفل، ما حد معطل تسجيل سرفايفل له، ولا كان المفروض ما بات الجديده كلها عندكم. بس ذا مع وجهك لا راقد. واحد يقول يا ليت تعطوني اسم قناه ماجد اللي تتكلم عنها. شوف اكتب في يوتيوب، اكتب ماجد هير. مو ماجد هير، اكتب في يوتيوب اسمه هذا جيم بالبستل. بس تذكر الجيم حق البستل؟ لا ما اذكر. يا ابوي اللي يوم جاب دوغز بس بالدول هيثم. والله ما اذكر مع الاسف. هاوس خفيف. طيب خلصنا خلاص ما ياثر يعني. يا ملك طالع معك خلاص. دو 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 عبد الرحمن سراب ما كانوا عنده قنوات. ابو الهرج كيف ترى؟ ابو الهرج بهرج من زمان ترى نعرفه على ايام الستريم حق عادل. كان مود هناك. عادي ترى كان مع صديق عادي الصدوق. ايه. يلا خلصنا بس. وذاك شو اسمه؟ وابراهيم. ابراهيم؟ مين ابراهيم؟ مود الحين. عبد الرحمن. عبد الرحمن، عبد الرحمن انا اعرف اخوه اصلا. ترى يشجع عبد الرحمن يطلع يسوي له قناه وابراهيم. شكرا شكرا شكرا، ما تقصر. المهم خلاص قفلنا كذا. يعطيكم العافية شباب. احتمال مو بأكيد إني أسوي ستريم بعد صلاة الفجر. اسكت اسكت. خلاص بسكت بسكت. يلا. بقولها مع السلام عليكم، اصبر شوي بس. خلاص؟ يلا نشوفكم على خير. مع السلام عليكم.